فايا أول شيء وين البت؟ أنا عندي فوبيا يعني بعتذر منهم لأنه لازم تعملوا كيس ستادي عني تدرسوا لي حالة إنه في حدا بيخاف من هيك مخلوقات لطيفة بس أنا بخاف ما بعرف يعني عم حاول عالج نفسي لا أنا محترمة أكيد خوفيك المهم إنه لو منخاف إنه ما نأذيهم وأنت أكيد مهم حاول غير هيدا الشيء